قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم، يكن بركة عليك وعلى أهل